أتيت بالكسال اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو لو لو كان البدر في ليلة التمام وكمالي فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن اللهم صل على محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسنن والكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فداخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية كأن راية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم فها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب اللوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعمي بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخصتي وهمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وَعَدُوٌّ لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرسى وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا بمحبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل ما أهل بيت النبوة وما ذو الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي
أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهوفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا فقال علي فقال علي عليه السلام عزم الله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام عزم والله فزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة والصلوات اللهم صل على محمد حسين صدیق صاحب جناب سید قیصر بادشاہ صاحب بخاری تلاوت حدیث کسا فرما رہے تھے. مختصر وقت ہے, اس میں مختصر مقامی ذاکرین خطاب فرمائیں گے, اور جتنا وقت ہے اس وقت کے اندر ہی تمام ذاکرین سے گزارش ہے کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں محمد شفیق. آواز بلند صلوات.